رجعنا لكم من جديد. يعني بنعرف كلنا انه النوادي الرياضيه ما زالت مغلقه، بدنا جرعه نشاط سريعه نعطيكم اياها مع الكابتن عبد الهادي الخليلي ويحكي لنا اكثر عن تهيئه الجسم في هذه الفتره والعضلات بعد ما فتره كنا بالبيت ما عم نلعب رياضه. صباح الخير والك الهوى. الله يسعد صباحك ويعطيكم الف عافيه، وإن شاء الله يا رب الله يزيل هذا الوباء عن البلد ونرجع لحياتنا الطبيعية. هلا أول شيء أكثر الناس بتسأل إنه ليش أنا جسمي صغر بفترة الحجر؟ أكيد جسمك راح يصغر كابتن لأنه أنت هسه قاعد بتاكل والخلايا العضلية اللي وظيفتها تاكل مش عم تشتغل، تمام؟ فبالتالي إحنا مش قاعدين نعمل أي تمرين ولا أي جهد عالي. فبالتالي الأكل اللي إحنا بناكله راح يتخزن فوق العضلات. فإحنا أول ما نرجع نتمرن راح ترجع عنا العضلات كما كانت سابق عهدها وراح ترجع بشكل أكبر. الشغلة الثانية نكون عارفين أنه إحنا هسه بفترة ريكفري اللي هي فترة استشفاء عضلي، يعني بيكون اللاعب صار له 3 سنين 4 سنين بيلعب أو الناس صار لها فترة صغيرة، أكيد أنت بتكون بحاجة لفترة راحة زي الناس اللي بتنزل بطولات. إحنا بننزل مثلا بطولات بنريح شهر كامل عن التمرين، فبالتالي هاي مش مشكلة كبيرة. أهم شيء إحنا لازم نكون عارفينه إحنا لازم نحافظ على غذاء متزن، ندخل كل أصناف الأكل وما نحرم حالنا من أي شيء، لأنه حاليا فترة الحجر إحنا أكثر شيء بحاجته هو الغذاء الصحيح، وما إنه في وباء إحنا لازم نخلي المناعة عالية. الشغلة الثانية والأهم إحنا لازم نحافظ على تمرين الرياضية، لو نمشي 20 دقيقة في اليوم. أنا ما بقول لك إنه أنت كل الناس عندها دامبلز أو بارات في البيت، لكن أنت تلعب التمارين الأساسية وتمشي 20 دقيقة في اليوم، هذا بتوقع إنه كافي لك. بالنسبة للتمرين المنصح فيها بدك تركز على تمرين الإجرين العضلات الرباعية عشان نبعد عن خشونة الركبة أو صعوبة بالمفاصل، أو بس نرجع للتمرين يكون عندنا أي مشاكل في الركب أو المفاصل. الشغلة الثانية التمرين الأساسية لازم نلعبها، لازم نلعب بوشب وسيتابس، لازم نكوي المعدة. هلا بالفترة هاي أغلب الناس الوزن عالي، أنا بنصحكم إنكم تشدوا حيلكم تضبطوا أكلكم وما ترفعوا نسبة الكاربس اللي هي الكربوهيدرات، وتاخذوه بشكل متزن وتلعبوا تمرينكم بشكل دوري وكل يوم، ولازم كارديو مدة 20 دقيقة. بالنسبة للتمارين هسه أعطيكم بعض التمارين الأساسية اللي أنا بنصحكم تلعبوها لتهيئوا أجسامكم للتمرين. هسه إحنا نتوقع إن شاء الله إنه بالفترة القادمة إنه التمارين أو النوادي راح ترجع تفتح وراح نرجع لتماريننا. بالنسبة للنصائح العامة اللي أعطيكم إياها، أول شيء لازم ترجع تتمرن بشكل أساسي، يعني تلعب تمارين أساسية، حتى لو كان صار لك سنين بتلعب، لازم تلعب تمارين أساسية جدول شهر أول. لا تعمل حالك انك بروفيشنال، عضلاتك هسه بدها اعاده تهيئه، فبالتالي اذا انك انت لعبت بزاويه غلط او تمرين غلط راح يصير عندك ستيف او اصابه لا سمح الله، وانت بغنى عن هذا الموضوع. بالنسبه للاوزان بدك تبلش ستيب باي ستيب، اذا كنت تسكر 60 كيلو 100 كيلو على الصدر فما شاء الله عليك، بس هسه فيش هذا الحكي، بدك ترجع 5 10 كيلو تهيئ جسمك تهيئ عضلاتك وترجع تشغل الاكل اللي انت مخزنه وتخزن يعني تشغل العضلات بشكل مزبوط. بالنسبه للتمارين هسه اعطيكم 4 تمارين لازم احنا نحافظ عليهم نلعبهم بشكل يومي ما راح نتأثر فيهم. أول تمرين هسه راح نبلش فيه راح نلعب في سكوات، مش مهم الزاوية، راح نلعب سكوات نورمال عادي اللي هو بالشكل هذا، راح نمد إيدينا لقدام وراح ننزل بالشكل هذا، بدنا نحافظ على إنه ما نعمل لود على الركبة نهائيا وننزل بشكل كثير صحيح. نعمل هذا التمرين جولتين 10 مرات. بالنسبة للتمرين الثاني هو أفضل تمرين بالنسبة للرياضيين كلياتهم هو تمرين البوش أب، بدك تنزل بالشكل هذا. كان عندك مشكلة أو ضعف عادي بتنزل على ركبك وبتخلي اللود كلياته على إيديك وبتنزل بالشكل هذا. بالنسبة للتمرين الثالث أنا منصحكم فيه هو تمرين أساسي هو للأبدومينال وكثير مناسب، نطلع طلعة كاملة وبالراحة، هذا بنعمله 10 تكرارات أو لحد 20 تكرار. التمرين الأخير أنا منصحكم فيه بالنسبة للتمرين الأساسية اللي هو إحنا نعمل في لاينز بالشكل هذا، تمام؟ 10 كل جهة ونعمل سويتش، بدنا نحافظ انه الايد تنزل عشان نضرب الزاوية الصحيحة. اخر نصيحة راح تكون معانا اليوم اللي هي احنا نحافظ على التمارين الهوائية، جامبينج جاكس مثل هذا التمرين والنيزب، بدنا نحافظ على دخول الاكسجين وتسجيل الاكسجين داخل العضلات، وبدنا نحافظ على تسجيل الاكسجين دائما في الجسم ونعمل حركات صحيحة. والله يعطيكم العافية وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات القيمة هاي، لأنه بصراحة هي أكثر معلومات حاليا الكل الناس بتسأل عليها. نعم يعني يعطيك ألف عافية، ولكن يمكن بهاي الفترة عم نشوف أنه الناس
مشت، كان في مشي كونه ما في سيارات. هل هذا الموضوع ممكن يكون نوع من أنواع الإحماء؟ المشي يعتبر طبعًا نوع من أنواع الإحماء. وأهمية السوائل، يعني بعد شهر رمضان إحنا فقدنا العديد من السوائل، ما كنا يمكن نشرب مي كتير خلال النهار. شو أهمية هذا الموضوع في إحماء العضلات وتهيئتها؟ تمام. هلأ أنت ذاك تعرف أنه السوائل هو العنصر الأساسي في جسم الإنسان. إذا ما كان في جسمك سوائل، يعني رب العالمين قال وجعلنا كل شيء من الماء حي، أو جعلنا من الماء كل شيء حي. تمام. فاللي بدك تكون عارفه أنه إذا أنت حرم جسمك من السوائل راح تعمل بلوك لجسمك، هذا أول سبب. الشغلة الثانية، كل وظائف جسمك تعتمد على المي. هلأ إحنا في ناس طالعين في دايت اسمه دايت جديد، دايت المي، أنه بس تشرب مي. طب أنت هيك ما دخلتش ولا صنف من أصناف الأكل على حياتك، أكيد جسمك راح يطلع كل اللي مخزنه وبعدين راح يعمل بلوك. يعني مش صحيح. لا لا، غير مناسب للجسم، غير صحي. غلط. وفي ناس هسا في ناس بتشرب بس مي وما بتاكل، وفي ناس بتاكل وما بتشرب مي. هلا هذول الاثنين بضروا بعض. نعم. هلا ما تشرب مي راح تضرب الكلى، وظائف الكبد، واقل شيء انه يعني مش راح تقدر تعيش. شكرا صح. جزيلا لك كابتن، ويعطيك الف عافيه، ولكل المعلومات اللي قدمتها فيما يتعلق بتهيئه عضلات الجسم للعوده الى النوادي الرياضيه وممارسه التمارين الرياضيه الروتينيه.